أهلا بكم في شير، البرنامج الذي نطوف من خلاله على أبرز حملات مواقع التواصل الاجتماعي، نرصد التفاعلات، نجمعها ونناقشها إلى العناوين. بعد إقالة بن عديو، قوات تابعة للتحالف تتمركز في مطار عتق بشبوه. في المنزل وبجهد شخصي متحف للمقتنيات الأثرية في المهرة. حصاد 2021 تذكير بأبرز القضايا والأحداث خلال عام مضى. أهلا بكم. أقيل محافظ شبوة بن عديو وعين عوض الوزير، حدث هذا وانتهى، لكن تحركات من نوع آخر هي التي بدأت. قوات العمالقة المدعومة من الإمارات اتجهت بعد يوم واحد من إقالة المحافظ نحو شبوة، قالت على موقعها إنها ذاهبة للمساهمة في تحرير ما وقع من المحافظة بيد الحوثيين. هذه هي قوات العمالقة متجهة نحو شبوة. وصول قوات العمالقة الاتجاه إلى محافظة شبوة إلى أول نقطة للقوات المشتركة قوات الشرعية في منطقة سلاء، القوات في نقطة القوات الخاصة. اتجه العمالقة ومعهم قوات سعودية إماراتية للتمركز في مطار عتق، حيث قوات من أبناء شبوة كانت تتولى تأمين المطار. قبل أن يطول رفض هذه الأخيرة جاءتها الأوامر بالانسحاب رسميا. مطار عتق بيد قوات عسكرية تتبع التحالف، الهدف المعلن مواجهة الحوثيين. يقول المصدر أونلاين حول هذا الموضوع إن التحالف استخدم منظومة دفاع جوي إلى المطار الذي من المرجح أن يتخذه مقرا عسكريا لقيادة عملية مرتقبة تهدف إلى استعادة المديريات الثلاث في المحافظة التي تقدمت فيها ميليشيا الحوثي في سبتمبر الماضي. لن يمر وقت طويل على تمركز القوات في المطار قبل أن يسمع في عتق صوت انفجار وصف بالضخم. سيتضح فيما بعد أن صاروخا أطلقه الحوثيون وفق مصادر أمنية من مديرية الجوبة في مأرب نحو مطار عتق. سيؤكد مواطنون في مديرية مرخة ذلك، وسيقولون إنهم رأوا لهيبا في سماء المديرية قبل الانفجار. هذه لقطات من الانفجار. هذا العمارة الذي احترقت فيها الإماراتيين من فوق العمارة حقنا. شوف كيف تفجير صاروخ. يمكن أن نشير قبل قراءة التغريدات إلى أن الحوثيين أعلنوا في أكتوبر الماضي سيطرتهم على ثلاث مديريات في شبوة، عسيلان وبيحان، المديريتان تلتصقتان بمأرب وعين الملتصقة بالبيضاء. تغريدات مجيب حيدر يقول السلفيون بقيادة المحرمي الذين سلموا للحوثي ست مديريات ساحلية دون إطلاق رصاصة في الحديدة اليوم في شبوة لاسترداد ثلاث مديريات صحراوية، والحوثي استلم هناك واليوم يسلم هنا. يقول هل فهمتم شيئا؟ نشوان عبد الله يقول من يعتقد أن القوات الموالية للإمارات التي وصلت إلى شبوة ستخوض حربا مع الحوثيين فهو واهم. انسحاب الحوثيين من مديريات شبوة بدأ منذ يومين وحسب الاتفاق مع الإمارات. ومخلفات عفاش يقول والذي قضى بتسليم الحديدة مقابل الانسحاب من مديريات شبوة. ريدان الشرعبي يقول أصبح اتفاق الرياض الشماعة التي تعمل على تدمير الدولة اليمنية وتسليمها للميليشيا شمالا وجنوبا لا أحد يثق يقول بالمملكة اليوم بعد أن اتضحت الرؤية الخبيثة. عمرو الدويني يقول مبروك قوات العمالقة مع القوات السعودية الإماراتية تدخل مطار عتق وتتمركز فيه، ومبروك انضمام مطار عتق لقائمة المطارات المدنية التي تحولت لسكنات عسكرية، مطار عدن، الريان، سقطرة، الغيضة وأخيرا مطار عتق. يوسف يقول إثبات الجدية في محاربة الحوثي ليس في استعادة مديريات شبوة الثلاث، فنحن نعرف أنها سقطت للضغط لأجل إقالة بن عديو، وقد بدأت الميليشيا الحوثية بالفعل الانسحاب من عسيلان، الجدية في تحرير البيضاء بعد هذه المديريات، غير ذلك يقول مسرحية مكشوفة. يحتفي أبناء المهرة اليوم برجل ظل أكثر من 40 سنة يجمع بجهد ذاتي القطع الأثرية. سعد الجدحي أحد أبناء مديرية قشن أسس متحفه الخاص عام 1981 وبقي يضم إليه ما وقعت عليه يداه من مقتنيات الموروث الشعبي، بنادق، ملابس وغير ذلك. هذا هو
بدأ تأسيسها في عام 1981، وأول بداية تأسيس المتحف كان هوايا شخصيا، وكان عاصمة دولة المهرية لابد أن نقدم لها شيء يذكر، لأن كل كانوا يهربوا الآثار المهرة إلى دول المجاورة، وبدأت هذاك الوقت أن نجمع. حكى أحد الناشطين قصة هذا الرجل وقال إنه بدأ بممارسة هوايته هذه مذ كان طفلا في 12 من عمره. اشتعل شغفه عندما وجد عملة قديمة تعود لعصر الخلافة الأموية، هذه صور لبعض المقتنيات في متحفه. لمساندته أطلق ناشطون من أبناء المهرة واسم سعد الجدحي كنز المهرة الثقافي أو التراثي، شجعوه من خلال هذا الوسم وطلبوا من الجهات المختصة أو طالبوها بدعم. محمد الجدحي يقول العام سعد يضيف لخزينة المتحف العديد من المقتنيات النادرة بجهودته عظيمة، فهو أفنى معظم العمر في جمع التراث وأنفق من ماله لشراء البعض منها، كما أنه ضحى بجزء كبير من المنزل فجعله متحفا عاما لجميع الزوار. فهد بن عيقان يقول أهمية المحافظة على التراث وانتقال المعرفة والمهارات عبر الأجيال وإعادة الصياغة بشكل مستمر والشعور بالهوية الإنسانية، كل هذه الأشياء حمل مسؤوليتها الباحث سعد الجدحي المهري. سعد كلشات يقول من لا يعتز بماضيه لا يشرف الحاضر. يقول الجدحي أفنى شبابه في جمع التراث المهري بأنواعه وخصص بيته لعرض هذه المقتنيات، فيها عرض جميع أنواع القطع التراثية المهرية في مديرية قشن وأطلق عليه متحف المهرة بجهود ذاتية. عوض سعيد يقول التراث هو الحاضنة التاريخية للشعوب على اختلافها، وهو ما يمنحها هويتها المميزة. سعد الجدحي شخصية هاوية للتراث من مديرية قشن محافظة المهرة، حبه للهوية المهرية ولغة أجداده جعله يحافظ عليها كأولاده في بيته. يكاد العام 2021 يغلق أبوابه، وأبواب الحرب في اليمن لا تزال مفتوحة، يبدأ مع نهاية كل سنة في وسائل الإعلام حصاد الذكريات. ولم يحدث خلال السنوات الماضية أو قل إن شئت مذ بدأت الحرب أن كان حصاد اليمنيين من البهجة وفيرة. نتجول في هذا الجزء من الحلقة على ما تفاعلتم معه من أحداث خلال العام، ونتذكر معا لحظات تفاعلتم معها بصدق ونقلناها بما استطعنا من أمانة. في صنعاء القديمة وفي أسرة ذات علم ومكانة تعود أصولها إلى محافظة عمران، ولد عام 1922 الطفل الذي سيصبح فيما بعد علما من أعلام اليمن، إسماعيل بن محمد العمراني القاضي الفقيه والمجتهد وأستاذ الجامعة الذي تعلم في الجوامع بعد 100 عام من حب الناس وإجماع المختلفين حول غيره على احترامه. رحل في يوليو من هذا العام وخرج في جنازته عشرات الآلاف. محمد صلاح يقول يعتبر القاضي محمد إسماعيل العمراني رحمه الله امتدادا لمدرسة الإحياء والتجديد
اليمني داخل المدرسة الإسلامية، وهي مدرسة يمنية أصيلة. يعد الإمام محمد بن علي شوكاني هو المؤسس لها والرائد وحامل لوائها، وقد امتازت بالاجتهاد والابتعاد عن الخلافات المذهبية والتجاذبات الطائفية. ظلت قضية عبد الله الأغبري لوقت طويل حية في أذهان الناس، لا تحتاج القصة إلى أن نذكركم بها، فنقول إن مجموعة من الأشخاص تناوبوا على تعذيبه حتى الموت، وإن كاميرات المراقبة الموضوعة في مكان الجريمة سجلت كل تفاصيل الحادثة. في 8 من سبتمبر عام 2021 أعدم القتلة، وكانت هذه الصورة مما تداوله الناشطون بعد الإعدام. تحدثنا عنها في وقت سابق، وكيف تحول قتلة الأغبري إلى شهداء الرأي العام في نظر البعض في صنعاء. عبد الرحمن العديني حول هذه القضية قال: بعد مضي عام كامل على استشهاد عبد الله الأغبري، وبعد أن تم إعدام الجناية يوم أمس، تم اليوم دفن الشهيد في قريته الأغابرة مديرية حيفان، وبهذا يكون قد أسدل الستار على أكبر قضية أشغلت الرأي العام اليمني ونالت تعاطف الجميع. هذه التغريدة قديمة بطبيعة الحال. بعد اعتقاله قتلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الشاب اليمني الأمريكي ذي 30 عاما عبد الملك السنباني، بينما كان يتحرك من عدن التي هبط في مطارها نحو صنعاء، حيث أسرته انقطعت عن هذه الأخيرة أخباره. انطلق أحد أقاربه للسؤال عنه في النقاط الموزعة على طول الطريق. عندما وصل إلى نقطة طور الباحة اكتشف الأمر، لقد قتل قريبه. هذا تسجيل متداول لواحد من أقارب السنباني يحكي ما جرى معه أثناء رحلة البحث. يا جماعة الخير يا أصحابنا، اليوم أنا وصلت للنقطة وكان يتغمغم، وقفت عندهم قلت لهم أين ابن عمي، وريتهم الصور حقه. قالوا لي هو كفز من ذوق سيارة وهي مسرعة ومات، وإحنا سعفناه بالطقم إلى المستشفى حق بيبي اللي في البريقة. قلت لهم أنا اشتير أتحرك الآن، جالي مساعد النقطة اسمه عباد الصبيحي، رافقني بالطقم حقه والافراد الى قال نزل للواء التاسع، لا عنده قايد اللواء، ما يهمك وما لك الا ما يطيب نفسك. قلت له يعني قتلته؟ قال لي لا لا، هو ادربه من فوق الطقم، من فوق السياره، ما قال لي من الطقم. بعدها يا اصحابنا وصلت لجنب اللواء التاسع، نقزني قلبي، قلت له ولا بيني انا وياكم اي كلام الا لما اشوف ولد عمي، اشوف بايش قتل. قالوا لي ادخل اللواء، قايد اللواء منتظر لك، احنا مجهزين لك ومرتب لك بثلاثة قمها هناك، كان في الباب وعطفت من الباب، قلت لهم انا ولا داخل لا عندكم الا لما اشوف ولد عمي. تحركت المستشفى، قالوا لي قد نقلنا للمستشفى الجمهوري، قالوا لي في مستشفى بيبي هذه عذبوه، قالوا لي هكذا هذه عذبوه. احمد باشا يقول: الجريمة المرتكبة، او قال بالأحرى الجريمة المرتكبة بحق الشاب عبد الملك السنباني، وصمة عار على جبين كل يمني عاد السنباني إلى أهله بعد سنين طويلة من الغربة، وفي نقطة طور الباحة بلا حجة لفقوا له التهم لنهب ما بحوزته من نقود تحويشة العمر بين قوسين، ولتكتمل الجريمة حولوه إلى جثة هامدة. في 2020 أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين في الحديدة حكما بإعدام 62 متهما في قضية مقتل صالح الصماد، بين هؤلاء قيادات في الشرعية ملوك ورؤساء وعشرة متهمين من أبناء تهامة. توفي أحدهم في السجن جراء التعذيب، وبقي التسعة بعد إخفاء ومحاكمات سرية وتهم ملفقة أعدموا صباح 18 من سبتمبر عام 2021 في ميدان التحرير بصنعاء. هؤلاء هم، انتشرت هذه الصورة في وقت سابق على نطاق واسع وتعاطف معها كثيرون في أرجاء اليمن. من التغريدات تقول روزي دياز: إعدام وحشي قام به الحوثيون يعكس اللامبالاة لكرامة الإنسان وتجاهل صارخ للعدالة والقانون. هذه ليست المرة الأولى مع الأسف، يجب امتثال المسؤولين عن هذا الفعل الشائن للقانون. صاحب من سيربح المليون خسر في 25 من أكتوبر 2021 علاقته الطيبة بالسعودية والإمارات، خسرها من قبل لموقفه من بشار الأسد، فقد عمله في الام بي سي، اختلف مرة أخرى مع الدولتين، والسبب موقفه من حرب اليمن. في المرة الأولى كان مذيعا تلفزيونيا جرد من وظيفته، وفي الثانية وزير إعلام لبناني أجبر على الاستقالة من منصبه. هذه هي التصريحات. ما يحدث
طيب دفاع عن النفس، مش عم يدافعوا عن نفسهم الحوثيين؟ هن عم يعتدوا على حدا؟ هم يعتدون على احد؟ يعني في نظركم ما يحدث، يعني ما يقوم به؟ يعني انا اعتقد في انا في نظري انه هذه الحرب اليمنيه عبثيه يجب ان تتوقف، لانه يعني في عدوان على عفوا بس يرسلون مسيرات الى السعوديه ويضربون السعوديه. إيه بس انت ما انت بتشوف كمان الاضرار التي تلحق بهم كشعب، يعني يخصفون في منازلهم وفي بيوتهم وفي قراهم وفي ساحاتهم وفي جنازاتهم وفي افراحهم يقصفون بالطائرات. يعني كمان يعني هذا حان الوقت لهذه الحرب ان تتوقف. عبثي صار هذا رايي. ياسر الزعتري يقول او قال جورج قرداح يرى ان الحوثيين يدافعون عن انفسهم ولم يعتدوا على احد. اليمنيون الذي انقلب الحوثي على ثورتهم بمسلسل الاكاذيب ليسوا احدا براي قرداحي. لودا مصائب التحالف لكان عاديا، لكن تزكيته لمن اشعل الحريق المدمر يقول اهانه لغالبيه اليمنيين. انفجرت سيارة مفخخة اغتال مسلحون مجهولون، لاذ القتلة بالفرار. هذه مفردات لم تفارق اليمنيين طوال هذا العام. الزوجان رشا عبد الله ومحمود العتمي مصوران صحفيان ألصقت بسيارتهما عبوة ناسفة في عدن. فقدت رشا عبد الله مع جنينها الحياة، وتركت وراءها طفلا صغيرا لم يكن معها وقت الحادثة، وزوجا جرح مرتين، مرة أولى بانفجار ومرة ثانية برحيل شريكة حياته والطفل المنتظر. حدث هذا في 10 من نوفمبر عام 2021. هذه الصورة التي انتشرت آنذاك في مواقع التواصل الاجتماعي لرشا الحرازي وبجوارها محمود العتمي وبينهما طفلهما. هديلة الموفق قالت عن هذه القصة وهذه الحادثة: لا يوجد شيء أكثر قداسة من أم تحمل حياة أخرى بداخلها، لكنها الحرب تستبيح كل المقدسات. الرحمة للصحفية اليمنية رشا الحرازي والجنين، والشفاء لزوجها الصحفي محمود العتمي واللذين استهدف بعبوة ناسفة في سيارتهما في عدن. 14 من ديسمبر 2021، المنتخب اليمني يتوج بطلا لبطولة غرب آسيا للناشئين. كان هذا الحدث أفضل ما حدث لليمنيين منذ سنوات طويلة. ابتهج اليمنيون بالإنجاز إذ جاء في ظروف صعبة ولحظة ضعف، وحد مشاعر أبناء البلد الواحد وأخرجهم وإن لساعات من أخبار الحرب. ليس من وظائف السياسة دائما صنع البهجة، ولا يمكن للرياضة أن تكون بديلا عمليا للحراك السياسي. هذه لحظة التتويج. الصرابي محمد خالد، عصام رتمان، أنور الطريقي، عادل عباس، محمد البرداني وعبد الرحمن الخضر. هنا لقطة الكاس يرفع حمزة الصرابي بامتياز. ألف مليون مبروك للمنتخب اليمني بهذه الأبطال التي راح تستمر حتى الساعات الأولى من صباح هذا المساء. يقول البرداني على اليمن: يا أمي اليمن. مجاهد حمود يقول: مهما كان العام 2021 بائسا وصعبا في حياة اليمنيين، إلا أن هناك نقطة فارقة وحدث عظيم في تاريخ اليمن، وفوز المنتخب الوطني للناشئين ببطولة غرب آسيا، وهذا يكفي من وجهة نظر مجاهد. نهاية هذه الحلقة من شير، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله.